إذا نناقش في الملف الأخير من حلقة اليوم من برنامج من هنا نبدأ الخدمات الصحية المقدمة من قبل الجهات الرسمية للمواطنين المصابين بالسرطان، وما هي أيضا التحديات العلاجية التي تواجه المرضى. ولكن بالبداية نستعرض وإياكم الأرقام حول هذا المرض. إذا مرض السرطان هو المسبب الرئيسي الثاني للوفاة في الأردن. أكثر من نصف حالات السرطان المسجلة بين الأردنيين هي بين النساء. ويتوزع مرضى السرطان في الأردن على النحو التالي: إقليم الوسط نسبة 71% من إجمالي الحالات المسجلة للأردنيين، و11% بإقليم الشمال، 4% في إقليم الجنوب، وبقية المرضى في مختلف محافظات المملكة. سرطان البروستاتا والمثانة هو الأعلى بين الذكور، أما بين الإناث سرطان الثدي هو الأكثر انتشارا، وسرطان الدم هو الأكثر انتشارا لما هم دون سن 18 سنة. الأردن شخص تقريبا 6303 حالات سرطان لسرطان الأطفال خلال 14 سنة. نسبة الشفاء من جميع أنواع سرطانات الأطفال تصل إلى 90% بعد التشخيص المبكر والدقيق. إذا قبل أن نخوض في حوار حول هذا الموضوع، نستعرض وإياكم في تقرير حالة من الحالات المصابة بالسرطان وحالة والد طفلة مصابة بالسرطان. عاصم أحمد محمود أبو نجم، والد الطفل هيام عاصم أحمد أبو نجم. طفلتي عمرها 6 سنوات الآن. من 3 سنوات اكتشفنا كانت مريضة. لما رجعنا فيها للمستشفيات اكتشفنا أنه ما مريضة سرطان، كان صار درجة رابعة، وبلشت رحلة العلاج مستشفى الملك عبد الله طبعا، وعملت عدة عمليات، ردوا انتقلت على مستشفى المدينة الطبية وزرعت نخاع، وبعدها أخذت الإشعاعي. ردينا رجعنا هون على المستشفى، حكونا أن المرض رجع انتشر فيها مرة ثانية، لازم تظلها تأخذ كيماوي أنهم يخففوا من انتشاره، أنهم ما ينهوا بس أنه ما ينتشر. طبعا أول 3 جرعات كم تعملهم، آخر جرعات ما في علاج كيماوي من مرة موجود بالمستشفى. كل شهر طبعا بحكونا روح اشتروه على حسابكم أو أمنوا، بأمنوا الله بيعلم كيف يعني بتأمن. لما نيجي مثلا بتأخذوا بدخلوها وبتأخذ الجرعة. الشهر هذا صار برضو ما في جرعة كيماو موجودة بداخل المستشفى، تم تأمينها من فاعل خير. بعد ما تأمنت لما جينا وانا طبعا ما في سرير، حكونا استنوا ليوم الخميس. لما جينا يوم الخميس عجينا على أساس ندخلها، ولا بحكوا الصيدلية معطلة، روح فيها روح وتجيبها يوم السبت. يعني أنا بعاني من المشكلة هاي صار لي 3 شهور، بتمنى حل جذري للطفلة هاي، لأنه هاي الطفلة يعني لازم تأخذ علاجها وتأخرت عن علاجها. وما في حدا قاعد بيشرح لي شو وضع بنتي ولا شو وصلت، ومش قاعد يعني استفيد من مره ولا من العلاج ولا من الاطباء. طبعا تكلفه كل الجرعه اذا بدنا نشتريها حسابنا 820 دينار الجرعه الواحده، لازم تاخذ 5 جرعة. يعني انا كل شهر بدي اعاني من مشكله الكيماوي، يعني هذا يعني علاج لازم يتوفر بالمستشفى. كل ما نيجي كل شهر مش موجود، وحتى لو توفر ووفرناه على حسابنا، لا اما ما في سرير، لا اما صيدليه معطله، لا اما الدكتور مش موجود. كل شهر يعني انا صلي 3 شهور بالمعاناه هاي، وهي مش اول معاناه يعني انا بعانيها. طبعا انا صلي 3 سنوات برحله العلاج هاي، وهي مريضه طفله حقنا تاخذ علاج. يعني هذا المستشفى اسمه مستشفى الملك عبد الله، يعني بيحمل اسم جلاله الملك عبد الله. معقول ما في جرعه كيماوي؟ معقول اذا موظف عطل انهم يوقفوا جرعه كيماوي لطفل مريض سرطان ما في بديل؟ طبعا لما نحكي مع مدير المستشفى بيحكي لي السيستم معطل. طب شو دخل السيستم بجرعه كيماوي؟ طفلي لازم تاخذ جرعتها، يعني احنا لما امناها اخر شيء الموظف معطل؟ يعني كلياته هذا قاعد بياثر على علاج بنتي. هاي طفلي شو ذنبها بهذا الحكي كلياته؟ يعني في اهمال هون كثير مش شوي. يعني مثل ما تابعنا في تقرير مشاهدينا تفاصيل هذه الطفلة التي تعاني من مرض السرطان، ولا يوجد هناك رعاية صحية، لا يوجد علاج لها، ولا يوجد لدى عائلتها أي تكاليف لكي تقوم بعلاج طفلتهم. إذن للخوض بالتفاصيل نرحب بكل من الدكتور خلدون بشايرة مدير مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي، وأيضا نرحب بالدكتور منذر حوارات مساعد المدير العام لشؤون المرضى في مركز الحسين
للسرطان، والبداية معك دكتور منذر، أهلا بك. إذا ما رأيك بما سمعته في هذا التقرير؟ أب غير قادر على توفير العلاج لطفلته المصابة بالسرطان، ما هي الآلية اليوم التي يجب اتباعها من قبل المؤسسات الصحية المعنية بعلاج المصابين بالسرطان تحديدا الأطفال لتأمين العلاج اللازم لهم؟ إليكم دكتور وسلامة المريضة والله يشافيها ربنا. يعني أحيانا انقطاع الأدوية ممكن يحصل بأي مستشفى بسبب أنه الكمية التي حسبت تكون أقل من عدد المرضى المتوقعين، وبالتالي أحيانا ينقص هذا الدواء ويتم تزويده من خلال مستشفيات أخرى أو وزارة الصحة أو غير ذلك، وأحيانا التدفقات المالية على المستشفيات تكون غير كافية لشراء الأدوية وتؤدي إلى عجوزات مالية كبيرة وتؤدي إلى مشاكل في تأمين عن مجموعة من الأدوية، وهذا يؤدي بالنتيجة بالانقطاع هذه الأدوية عن المرضى. أيضا أحيانا هنالك كما تحدث تعطل في السيستم أو مشاكل إدارية هنا أو هناك قد تؤدي إلى ذلك، ولكن أنا أستطيع أن أؤكد أن أغلب المستشفيات ترزح تحت ديون كبيرة، هذه الديون تمنحها من أن تواكب تدفق المرضى إليها وتأمين كافة الاحتياجات العلاجية لهم. هذه الديون على جهات متعددة بالمناسبة، ليست جهة واحدة، ولا بد من العمل حتى تؤمن، لأنه بدون تأمين وارد مالي كافي للمستشفيات أنا باعتقادي ستبقى هذه المستشفيات سواء الملك عبد الله أو غيرها قاصرة على أن تؤمن المستلزمات الكافية والضرورية لعلاج مرضاها، وبالتالي نشاهد هذه الانقطاعات. نعم، ولكن لا يوجد لديكم دور في مركز الحسين للسرطان بالتشاركية مع هذه المستشفيات وتقديم الدعم لهم؟ بالماضي كنا احنا ناخذ مسألة الإعارة انه نعير بعض المستشفيات الأدوية، ولكن بسبب شح السيولة المالية اصبح هذا الأمر مكلف على المركز، وبالتالي صار يشترى شراء من الجهات المعالجة، وهذا الأمر حديثا صار. في الماضي كان مثلا الملك مستشفى الملك المؤسس، الملك المستشفى الجامعة، أي مستشفى يطلب طلب إعارة ويتم عملية التبادل، لكن بسبب مثل ما حكيت لك ضعف التدفقات المالية وعدم مقدرة المستشفيات على مواكبة احتياجات المرضى والديون الهائلة، حقيقة الديون الهائلة باتجاهين، الآن صارت باتجاه أنه المستشفى له أموال كثيرة لا يستطيع تحصيلها لدى جهات عديدة، وكذلك عليه أموال عديدة لا يستطيع أن يؤمن الاحتياجات بسبب أنه هي مستودعات أدوية أو مستودعات مستلزمات طبية أو مستودعات متعلقة بما يحتاجه المرضى، وبالتالي يقع بين المطرقة والسندان ولا لا يحصل على أمواله من الجهات المؤمنة، ولا يستطيع أن يسدد للجهات اللي تؤمن وتزود بالأدوية والمستلزمات، وبالتالي من سيكون الضحية بالنهاية؟ سيكون ضحية المريض للأسف. يعني بدي أشكرك جزيل الشكر دكتور منذر حوارات مساعد المدير العام لشؤون المرضى في مركز الحسين للسرطان، شكرا لك. وأنتقل إلى الدكتور خلدون بشاير مدير مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي، أهلا بك دكتور خلدون. إذا نتحدث اليوم عن التحديات التي تواجه المستشفى لتوفير العلاج اللازم لمرضى السرطان تحديدا. أول شيء كل الشكر لك ولإثارة هذا الموضوع، وأنا بشكر دكتور منذر لأنه تحدث بقضية هو يعلمها، ولكن أنا أريد توضيح المسألة بشأن حتى التقرير وما ورد. ستي هذه الطفلة هي مدخل الملك المؤسس، تم إعطائها 3 دورات كل دورة 4 أسابيع، وتوفير الدواء كان من قبل المستشفى حقيقة بالرغم من الشح، وهون أنا بدي أشكر مركز الحسين لأنه في دورتين سابقات تم توفير الدواء بالتعاون مع مركز الحسين، أنا أعرف الحالة جيدا. نعم. وأتحدث عن حالة أنا مطلع عليها أولا بأول، والدورة السابقة تم تقاسم الكمية الموجودة في مركز الحسين بيننا وبينهم لتوفير هذا الدواء لهذه الطفلة، هذه واحدة. الجرعة الواحدة أو حق الفيل هو 10 دنانير وليس 800 دينار، ولكن أكيد الدورة الكاملة ثمنها كامل، لكن هو دائما وأبدا كان في شح وكان يتم توفير الدواء من قبل المستشفى. الدواء تم توريده قبل 2 أسبوع وتم تبليغ الأهل، وعندنا كمية دواء الآن في هذه الحالة
تكفي ليست للمريضة فقط ولكن تكفي لكافة المرضى بهذا النوع من الدواء. أنا أتحدث ليس للعموم. من هون لنهاية العام بفضل الله كان في تأخير في التوريد، ولكن الدواء متوفر وتم الاتصال مع الوالد من قبل المستشفى ومن قبل طبيبه الذي يعلم الحالة جيدا، وهو من يعني يحاول تقديم الرعاية الصحية ما أمكن ويعمل تفاصيل الحالة. الدواء باي ذا واي هو لهذه الحالة ليس علاجي، هو تلطيفي، والتلطيفي بمعنى آخر هو ليس شفائي حقيقة ولكنه تلطيفي. الصعوبات اللي حكى عليها الدكتور منذر هي صعوبات حقيقية. أنا بس حاب أحكي بشيء معين. تفضل. يعني أنا لا 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 يعني أرغب بالخوض في التفاصيل، لأنه حقيقة جهد المبذول من قبل الأطباء والمستشفى لتوفير حتى هذه الحالة كان دائما قائما، وفي دورتين سابقات تم توفيره من حسين السرطان عن طريق نظام الإعارة بشكل مباشر، لأنه الطفل حقيقة في شح في المؤسسات كاملة، ولكن حقيقة لأنه طفل وباتصال هاتفي، وأنا كل الشكر لمركز الحسين والدكتور عاصم منصور لأنه أنا الاتصال صار بينه وبين كونه طفل وفي صعوبة للذهاب إلى عمان تم توفيره. وحكيت لك وبأرجع بأكد أنه آخر دورة قبل هذه الدورة اللي هو الدواء متوفر عندنا في المستشفى، كان في تأخير في التوريد، تم يعني الدواء تم قسمته مناصفة بالكمية الموجودة بين الحسين السرطان وإحنا بتوفير هذا الدواء للطفلة. هذه واحدة. أنا بالتأكيد هنالك شح يتم وهناك صعوبات وتحديات، والدكتور منذر يعني كفى ووفى بالحديث عن التحديات المالية، لكن يجب ألا ننكر أن مستشفى الملك المؤسس في شمال الأردن يتصدى إلى كمستشفى تحويلي وكمستشفى وحيد موجود في العلاج بالأشعة لمرضى السرطان خارج العاصمة عمان. وهنا نتحدث عن أعداد المصابين بالسرطان الذي يستقبلهم مستشفى الملك المؤسس. يا ستي هي بشكل عام الأعداد متزايدة كوننا إحنا جغرافيا موجودين في شمال الأردن، بس أنا بدي أحكي لك أن هذا المستشفى هو المركز الوحيد الموجود فيه العلاج بالأشعة في شمال الأردن أو خارج العاصمة عمان. الآن الانقطاعات في الأدوية لها أسباب كثيرة، لأن هي في سلاسل توريد، والانقطاع في الدواء بس عشان يكون الشرح واضح لجمهور المستمعين، هو لا يتم توفير الدواء عند الانتهاء منه في آخر حبة. يعني إحنا ما نصحى الصبح نقول يوم ما عندنا دواء. دائرة الصيدلية فيها 83 موظف، هي دائرة مؤتمتة فيها ناس في التزويد وناس في الصرف وناس في التواصل وإلى آخره. عطاءات شراء كان هناك مشكلة في الصوت دكتور خلدون، ولكن مرة أخرى إن كنت تسمعنا نريد منك توضيح لأعداد الآن متواجدين في مستشفى الملك المؤسس حول أعداد المرضى المصابين بالسرطان ويتلقون العلاج الآن على أسرة الشفاء. نعم، يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع دكتور خلدون البشاير. دكتور خلدون تحدث بأن المشكلة هي ليست بعدم يعني قدرة المستشفى على توفير العلاج فقط، إنما بالأعداد الكبيرة المتزايدة، وكون أن هذا هو المستشفى الوحيد في الشمال ويقدم العلاج بالأشعة لمرضى السرطان، هناك تكون مشكلة بالأدوية وتوفر العلاجات، ويتم التواصل مع مركز الحسين للسرطان ويتم توفير الأدوية وجرعات الكيماوي لمرضى السرطان على نظام الإعارة، وهناك مشكلة تتعلق أيضا بعدم قدرة المستشفيات يعني الالتزامات المالية المترتبة عليها بتوفير كميات كبيرة جدا، ولكن الكميات دائما متوفرة بالمستشفى لعلاج مرضى السرطان. إذا يعني المشكلة محلولة بإذن الله، ولا توجد يعني مشكلة مستعصية، وخاصة أن مرضى السرطان لهم يعني من قبل وزارة الصحة عناية حثيثة وعناية خاصة. إلى هنا نكون مشاهدينا قد وصلنا لختام هذا المحور من برنامج من هنا نبدأ.